مساء النور ومساء الخيرات ومساء الأرزاق ومساء الأفراح. أهلا بكم، مرحبا بكم في برنامجكم، برنامج ماي فاميلي. ممكن عندك إحساس؟ عندي إحساس. عندك إحساس؟ أنا على بالي بلي إحساسك في محله، وتتمني أنه أخوك هذاك اللي في دار العجازة تجيبيه ويسكن معك في هذيك الدار وحدة اللي راكي كاريتها. وش تقدري تقولي للناس؟ أنا قلت لأخويا في محمد احنا نحوس على والدينا باش مع ما صبتهمش، وهادو عندهم ما يديهم الماء في العجازة وما عندهم لا رحمة والو. الدائرة نمثل اليد عمودية مغلقة عمودية، والمربع نستعملوا اليد أفقية مغلوقة، يعني عندي الدائرة بهذا الشكل والمربع بهذا الشكل. لو سمحتي فقط طاطا نادية، أعطينا وجبة الأطفال رضع لناها اليوم. اليوم جبت لكم عصير طماطم، ديروا عصير طماطم. نشوفوا الطبيبة تاعنا، هذه عصير طماطم ابتداء من أي شهر؟ ستة طاطا. أشهر. ستة أشهر. ستة أشهر، كنت نعطيها لبنتي في ستة في كان في عمرها ست شهور. عيب علينا نحكم على طفلة ولا نحبسوا لها مكتوبة كي يجي واحد يخطبها نقول له ما تخطبش بالطفلان، باباها مجرم ولا داير ولا صنع، وما ذنب الطفلة. وصفتنا لها اليوم راح تكون وصفة صحية لأول مرة راح نشوفوها في بلاطو تلفزيوني، واللي هي وصفة لمرضى السيلياك. جميلة هي الآن أيضا أم وراي في فترة الرضاعة، أم لطفلين، أم لطفلين. وتصوروا معايا مسكينة جبتها وشقيتها وقاعدة تقول لي نخرج شوية بكري نروح نرضع بنتي وكذا. رضاعة طبيعية لازم. رضاعة طبيعية حصرية، يعني ماهيش حاجة تخبات ولا سومون بدلوه. كانت الأخت معايا أختي قالت لي أبدا، أنا كنت حاضرة أنا شفتو بعيني، يعني ثم ما فهمتش. أول صدمة كانت مش ضد طفلي، كانت ضد الأطباء. هل الإنسان يعرفك من حوالي 20 عاما تقريبا؟ عودي هالي 18 سنة وسبعة شهور وسبع أيام، السوايع ما قدرش نحسبهم. الله يبارك، أنا تزوجت البارح نسيت كاع لادات اللي تزوجت فيها. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت لي الله هذه قبلة الاحترام والمودة والحب. كان عندك تدخل، شو بغيتي تقولي لي؟ قالت لك أخت عائشة طبقت المثل اللي يقول لك تاع زمان، مثل زمان واش يقول لك؟ أختك من الكاس تاع الذهب اللي تشربي فيه المرار.